انخفاض على درجات الحرارة في بداية الأسبوع، التفاصيل خلال هذه النشرة. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مرحبا بكم مجددا. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس الخميس، حيث كانت حول إلى أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. كان طقس خريفي معتدل في عموم مناطق المملكة، لكن كان مائل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر. استعرض الآن وياكم خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع. يوم الجمعة كما ذكرنا ارتفعت قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم الخميس، درجات الحرارة استمرت حول إلى أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. يوم السبت لا تغير الحالة الجوية خلال ساعات النهار، تبقى درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، لكن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت مع وصول لهذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل مما سبقتها، حيث تنخفض درجات الحرارة اعتبارا كما ذكرنا من مساء يوم السبت، تكون محسوسة أو يكون هذا الانخفاض محسوس خلال ساعات ليل السبت على الأحد. يوم الأحد خلال ساعات النهار تكون الأجواء خريفية معتدلة، أقل حرارة من الأيام القليلة الماضية، درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، كما تنتشر كميات من الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية. يوم الأحد كما ذكرنا هناك انخفاض على درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، خلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين أيضا تكون درجات الحرارة منخفضة لتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، تكون باردة في المناطق الجبلية العالية خاصة منها الجنوبية مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة السطحية التي ستعمل على تشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر. الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تكون الأجواء صافية مع 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 18، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية اليوم السبت، تبدأ شمالا انخفاض على درجات الحرارة تكون حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، المفرق 29 إلى 16 درجة مئوية، إربد 28 إلى 17، جرج 29 إلى 18، وعجلون 26 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 29 إلى 18، البلقاء 26 إلى 17، عمان 26 إلى 16، مأدبة 27 إلى 16، والبحر الميت 33 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية نبدأها من الكرك 25 إلى 17، الطفيلة 24 إلى 17، الشبك 23 إلى 15، ومعان 30 إلى 20 درجة مئوية، أما العقبة 34 إلى 24 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية. الأزرق 34 إلى 19، الصفاوي 35 إلى 19 درجة مئوية، أما رويشد 34 إلى 18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.